مساء الخير، حلقة نهاية الأسبوع من الراصد. قبل ما نبدأ الحلقة نذكركم بالمهم بالنسبة لنا تواصلكم الدائم عبر حسابنا الرسمي في تويتر الراصد أو عبر رقم الواتساب الظاهر الآن أمامكم على الشاشة. إلى العناوين: الأمن يطيح بمواطنين بتهمة نشل حقيبة امرأة مسنة. والجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية الأولى من نوعها عربياً. أيضاً تشاهدون الليلة معنا في الراصد: مجلس الشورى يوافق على مشروع نظام التبرع بالأعضاء البشرية. هيئة الصحفيين السعوديين تطلق أول منتدى عربي يسلط الضوء على مخاطر الاستثمار الخارجي في تركيا. ووزارة الإعلام تطلق جائزة التميز الإعلامي لليوم الوطني 2019. مباشرة إلى أولى موضوعات حلقة الليلة، حيث أصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن التحقيقات الأمنية في حادثة نشل حقيبة امرأة مسنة كانت في طريقها لمنزلها الواقع بحي الشهداء بعد خروجها من المسجد مترجلة أسفرت بفضل من الله عن تحديد هوية مرتكبي هذه الجريمة، وهما مواطنان في العقد الثاني من العمر، وتم القبض عليهما بعد توفر الأدلة على قيامهما باستخدام سيارة مستأجرة وسحب الحقيبة اليدوية من يد المرأة المسنة وهي في طريقها لمنزلها مشيا على الأقدام، ما نتج عنه سقوطها أرضا وتعرضها لكسر في اليد اليسرى، كما أقر بمحاولة نشل حقيبة امرأة أخرى أثناء سيرها مترجلة في حي اليرموك، إلا أنهما لم يتمكن من ذلك، وقد ضبط في حوزتهما عدد من الهواتف المحمولة مجهولة المصدر، فيما ثبت من الفحص الطبي تعاطيهما لمواد مخدرة. أكيد أن الفيديو اللي شفناه واللي تم تناوله وأيضا تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام أو الأسابيع الماضية سبب حالة ألم، لأنه أولا نتفق أنها جريمة قبيحة، إضافة إلى أن هذه الجريمة تخلو فعليا من المروءة حتى من المرجلة، يعني لا يعقل القبول أن يكون هناك اعتداء بشكل عادي على أي شخص أو أي فرد، هذا أمر مرفوض بشدة، ولكن ما بالك أنه تأتي هذه التجاوزات بأن يتم الاعتداء على مرأة مسنة ويتم سرقتها وأيضا ينتج عن ذلك عدد من الكسور. بكل تأكيد كل الشكر للأجهزة الأمنية، اللي من المستحيل أنه تمر قضية مثل هذه ولا يتم الضبط. بكل تأكيد أنه أعين الساهرة دائما وأبدا. ينضم إلينا من الرياض هاتفيا ابن المرأة التي تعرضت لمحاولة النشل الأستاذ صالح. صالح الله يحييك ونخوك. الله يبارك فيك يا الغالي. بداية أول شيء نبي نطمن على أمنا طبعا نفسيا وأيضا جسديا، طمنا عليها. الحمد لله، الفضل لله سبحانه وتعالى. جسديا والله يا أخي زي ما ذكرت مصابة بكسر تهشمي في اليد اليسرى، بالإضافة إلى نزيف في الصدر، بالإضافة إلى رضوض في الأضلاع والرأس والوجه، ولا زلنا نراجع فيها المستشفى إلى الآن، والحالة النفسية الله أعلم فيها عاد. الله يجزاكم خير. الله يعافيها ويشفيها وبسم الله عليها وألف سلامة عليها. بكل تأكيد أنه أمر غير مقبول أخوي صالح، أنت شفت كيف الناس تداولت هذا المقطع، أيضا طالبت بشدة، وشفنا هذا التفاعل من الأجهزة الأمنية في ضبط المتهمين الذين قاموا بهذه العملية القبيحة جدا. تفاعل الجهات الأمنية كيف شفته، وكيف شفت أيضا تفاعل الناس، خصوصا أنه عمل مرفوض على الجانبين، الجانب الإجرامي وأيضا الجانب اللي تحدثنا أنه يخلو جدا من المروءة. خليني أبدأ معك بالجانب الإنساني من ناحية التفاعل من الناس معانا الله يجزاهم خير. يعني ما أظن أي إنسان يقبل الحدث هذا يحصل على والدته أو أخته أو أخوه أو ابنه، يعني شيء زي ما تفضلت خالي من المروءة، خالي من الشهامة. ضاعت النخوة عند الناس، عند بعض الأفراد المجرمين، أنا أعتبرهم مجرمين يا أخي الكريم. الحمد لله على كل حال. أما بالناحية الأمنية أشكر شكر جزيل شرطة الحمراء وقيادتها وأفرادها والجهات الأمنية المعنية، أشكرهم على جهودهم، والحقيقة يعني بذلوا جهد جبار
الله يعطيهم العافية، والشكر متواصل والأساس لجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهده الأمين، لأنه برعايتهم تتم هذه الأمور كلها بالطبع، وجهود أمنية رائعة الحمد لله استطاع أنهم يقضوا عليهم مع قلة المصادر يعني اللي تساعد على القبض عليهم، لكن الحمد لله جابوهم، والله ننتظر العقاب الرادع لهم ولأمثالهم يا أخي الكريم بإذن الله. يعني كما ذكرت الجهود الأمنية كل من تسول له نفسه، يعني إن شاء الله أنهم حالات شاذة هذه الفئات اللي طبعا تقوم بمثل هذه الأعمال الإجرامية، وسيأخذون جزاءهم وعقابهم. ألف سلامة على أمنا، وصل لها سلامنا وجعلها والله ما تشوف الشر. شكرا جزيلا لك أخوي صالح، ما يجيكم الشر إن شاء الله، والله يحفظ الجميع. وهذه يعني حالة زي ما تفضلت شاذة، ما هي لا تمثل المجتمع السعودي بصلة، المجتمع السعودي مجتمع سهم بلا شك، شعب شهم، شعب راعي نخوة، راعي أصول، راعي عادات وتقاليد، فنأسف أنه يكون من أبناء الوطن من فعل هذه الفعلة. شكرا جزيلا لك أخوي صالح. شاركت الجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية في المعرض المقام على هامش مؤتمر الصحة العالمي والذي أقيم في مدينة الرياض في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات لمدة 3 أيام. الجدير بالذكر أن الجمعية هي الأولى من نوعها عربيا، وقد تم إنشاؤها تحت مظلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ومقرها في مدينة الرياض. وتم تأسيس الجمعية وهي جمعية وليدة بدأت في بداية العام 2019 على يد نخبة من الصيادلة السعوديين الممارسين لمهنة الصيدلة السريرية، وتعنى الجمعية بكل ما يهتم في مجال الصيدلة الإكلينيكية. اليوم نتعرف على الصيدلة الإكلينيكية أيضا ما سيثمر عنها، وأيضا كونها الرائدة أيضا عربيا داخل المملكة العربية السعودية. انضم إلينا هنا في الاستوديو رئيس الجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية الدكتور هشام بدر الدين. دكتور مساء الخير. سهلا، مساك الله بالنور. شكرا أستاذ عبد الإله على الاستضافة الكريمة باسمي وباسم أعضاء الجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية. أشكركم على تواجدنا معكم اليوم، وإن شاء الله بإذن الله نكون يعني وسيلة لنقل المعلومة للمتلقين والمشاهدين. الله يحييك دكتور. دكتور أول شيء نبغى نتعرف إيش هي الصيدلة الإكلينيكية أو السريرية؟ ممتاز. أول شيء الصيدلة الإكلينيكية هي واحدة من أحد الفروع العلوم الصيدلانية والعلوم الصحية الذي تعنى بتقديم الرعاية الصحية والطبية للمرضى. لما أتكلم على الرعاية الصحية للمرضى من الصيادلة الإكلينيكيين أتكلم على جانبين أساسيين، جانب فردي نتكلم الصيدلة الإكلينيكي هو أحد أعمدة الفريق الطبي القائمين على علاج المرضى بشكل يومي، هذا على النطاق الفردي. لما نتكلم على النطاق المجتمعي نتكلم على وجود الصيادلة الإكلينيكيين في كثير من القطاعات التنفيذية والرقابية والصحية على مستوى المؤسسات سواء داخليا أو خارجيا. لما نتكلم عن دورهم على المستوى الفردي أعطيك مثال بسيط لتوضيح الأمور. قبل 20 سنة تقريبا لما كنا نتكلم عن أشخاص مثلا اللي يجيهم فشل في عضلة القلب، فمثال بسيط، كان قبل 20 سنة في عندنا دواء أو دوين ممكن نستخدمهم لعلاج هذول المرضى. الآن تتكلم لعلاج مرض زي هذا متوفر لدينا فوق 40-50 دواء، كل دواء مختلف عن الثاني بشكل ما أو بآخر. وجود الصيدلة الإكلينيكي المسلح بالعلم والخبرة في التعامل مع هذه العلاجات له يعني ممكن يؤدي إلى تحسين المخرجات العلاجية. نعم. بشكل ما أو بآخر، يعني القراءة الدقيقة، العمل الدقيق، كون الصيدلة الإكلينيكي أو السريري ضمن الفريق الطبي. يعني ذكرت مثال 40 دواء، بكل تأكيد أنه هالأربعين مختلفة باختلاف الحالة اللي تعاني نفس المرض. بالضبط. وهذا الشيء ألقى بظلاله على الطبيب
لأنه الطبيب عنده تتكلم مثلا في جناح أنا أغطيه في نعم. عنده 10 إلى 15 مريض في المتوسط، كل مريض عنده حالة مختلفة عن الآخر وعنده التزامات أخرى، عنده نعم. تعامل مع أهل المريض، عنده تعامل مع حالات ممكن تكون معقدة، عنده تعاملات ممكن تكون مع شركات تأمين، عنده تعاملات ممكن تكون إدارية وأشياء كثيرة. فوجود الصيدلة الكلينيكي بخبرته ممكن يعطيه المجال أن يتفرغ لأمور أكثر. هذا من جانب، ومن جانب آخر ممكن نوصل إلى مرحلة أنه نعزز فيها الوصول إلى أفضل خطة علاجية متوفرة لدينا اللي نضمن فيها فعالية الدواء، في الجانب الآخر نضمن أقل أعراض جانبية ممكن نتفاداها مع هذول المرضى. هذا التواصل دكتور، يعني أول زمان أو ما أدري يمكن الفكرة السائدة الصيدلي آخر شخص تشوفه صحيح. بعد ما تنتهي كل المراحل صحيح. الطبية. اليوم قاعد نتكلم الصيدلة السريرية، لا الصيدلي من ضمن الفريق وممكن أيضا يتبادل الخبرات مع الطبيب، لأنه أيضا هناك هذه الشراكة. كثير من الأطباء يؤمنون أنه خصوصا فيما يتعلق بالدواء بالجرعات صحيح. هناك فائدة كبيرة من المعلومات من الصيدلي، وقد تستقى أساسا المعلومات الأساسية من الصيدلي صحيح. هو المقصد من الصيدلة السريرية هو هذا القرب دكتور صحيح. للوصول إلى النتيجة الأفضل بالنسبة لحالة صحيح. المريض صحيح. صدق زي ما تفضلت، وهذا القرب ما يأتي من فراغ، يعني الخريج من كليات الصيدلة يمرون على مراحل تدريب مكثفة ومقننة نعم. للوصول إلى مرحلة ممكن تخولهم الوجود في هذا القرب لأنه أنت في نهاية المطاف تبغى توصل إلى هذه الثقة نعم. وجود هذه الثقة ما بينك وما بين الطبيب متى ما زرعت حيكون هو يعني دائما بيدور عليك، وين هذا الصيدلي الكلينيكي لأنه هو بيساعدني في اتخاذ القرار صحيح. فوجود هذول الصيادلة بتدريبهم المقنن اللي الآن يعني نفخر بكثير من المؤسسات اللي موجودة في المملكة العربية السعودية أصبحت تقدم هذا التدريب، بعد ما كان تتكلم قبل 10 سنوات أو 15 سنة ما عندنا إلا مركز أو مركزين الآن في مدينة مثل الرياض تقريبا عندنا تقريبا فوق 7 إلى 8 مراكز. هذا الشيء يعني نحتاج لك المزيد من المراكز، لكن هذا الشيء يعني يدعو إلى التفاؤل إن شاء الله بالمستقبل القريب. عظيم. الصيدلي الأكلينيكي فيما يتعلق بالمؤهلات نعم. دكتور فقط دورات تدريبية ولا هناك شهادات؟ لا أكيد في شهادات، مراحل تعليمية. أكيد مراحل تعليمية. الآن المرحلة الجامعية اللي يمر فيها بعد التخرج من الثانوية العامة هي الآن مرحلة إما البكالوريوس في العلوم الصيدلانية أو الدكتور صيدلي، برنامج دكتور صيدلي. بعد التخرج من هذه يكون الصيدلي على مفترق طرق، نسميه صيدلي على مفترق طرق، إما أنه يكمل التدريب هذا المقنن في الخارج عن طريق الابتعاثات الموجودة من خلال الكثير من المؤسسات، أو الانضمام أو الانخراط في هذه البرامج الموجودة محليا. زي ما قلت لك الآن في السعودية قبل 20 سنة أو 15 سنة ما كان عندنا برنامج أو برنامجين، بطبيعة الحال التحدي كبير على هؤلاء لأنه الأعداد جدا محدودة وهذا يأتي على ثاقلنا إحنا في الجمعية، إنه إحنا قاعدين نحاول نشتغل على هذه الأمور كيف نقدر زيادة في حاجة أكيد في حاجة، خصوصا مع النقلة النوعية اللي قاعدة تصير في البلد من ناحية الرعاية الصحية. الآن قاعدين نشوف تجمعات صحية كثيرة قاعدة تنشأ، التجمع الصحي الأول والثاني في مناطق كثيرة. أفضل وسيلة للعلاج هي الوقاية. وجود الصيدلي في هذه المراكز الرعاية الأولية هو يمكن أكبر إنجاز أعتقد ممكن نحققه على مدار 10 سنوات القادمة، وهذا بيقينا من الكثير من الأخطاء اللي قد تنتج من مضاعفات الأدوية. يعني كثير من الوصفات صحيح. يمكن من الطبيب تروح عند الصيدلي صحيح. فبالتالي يكون الصيدلي عنده خلفية لقراءة الدواء أكبر من الطبيب صحيح. بحكم تخصصه صدق. فبالتالي صدق. ممكن نقلل الكثير من التفاعلات التعارضات بين الأدوية صح. يعني صح. عدد من المشكلات اللي بتحلها هذه الشراكة صح. وأيضا هذا التعاون بوجود الصيدلي السريري. دور تكاملي في نهاية المطاف نعم. احنا نحاول أن نكون ذراع آخر للطبيب والفريق المعالج في نهاية الأمر. دكتور الحديث أنت حدثت أنه هناك حاجة، خلينا نرجع للوضع الصحي في المملكة العربية السعودية. موجود الآن مفهوم الصيدلي السريري؟ بكون معك صادق وواقعي طبعاً. موجود يمكن في أماكن المرجعية المراكز، يعني لما تتكلم مدن مثل الرياض مثل جدة مثل المستشفيات الكبيرة، المستشفيات الكبيرة موجود، في مستشفيات أيضا صغيرة ولكن ما زال في بدايته للأمان. يعني أتكلم لك أنا مثلا من منشأة زي الحرس الوطني، مستشفى الحرس الوطني لديها ما يفوق 30 صيدلي كلينيكي، مستشفى مثل التخصصي في الرياض لديها فوق 30-40 وتتكلم على كفاءات عالية.
لما تيجي تتكلم على الأماكن الطرفية في الحدود الشمالية في الجنوب ما زال هناك شح ونحتاج إلى زيادة الأعداد. الآن الشيء الجميل أنه كثير من البرامج الإقامة والزمالة في الرياض وفي جدة صارت تقبل المبتعثين داخليا، بحيث أنهم يجوا ينهوا برامج الإقامة وبعدها يرجعوا إلى مدنهم الطرفية ويكون هم النواة للبرامج الجديدة للتدريب في المستقبل. جيد، هذه من ضمن الجهود. طيب لأنه هذه برجع السؤال، ليش موجود شح دكتور؟ اليوم قاعدين نتكلم عن تخصص مهم جدا، توجه جديد للصحة أيضا تبحث عن هذا التخصص اللي موجود ربما لدى الدول المتطورة طبيا والمتقدمة. هو يصنف أنه الصيدلي سريري من خلال من هيئة التخصصات الصحية، يعني يأخذ هذه المرتبة من خلال اجتياز للدورات. اليوم ليش في شح مع وجود خريجي صيدلة أحيانا الكثير منهم عاطلين عن العمل؟ سمعنا معاناتهم. طب اليوم أمامهم الفرصة وأنتم قاعدين تستقبلونهم لأنه هناك شح، ليش ما يجون؟ ليش ما توجد؟ وماذا عن بيئة وظيفة طبعا الصيدلي السريري؟ نتحدث عن جودة نوعية الوظيفة. صحيح، أنت تطرقت للجانبين. الآن الطاقة الاستيعابية، أنا أقدر أقبل 30 خريج مثلا أو 100 خريج أو 1000 خريج، ولكن كل ما زادت معدلات القبول ثقة تامة أنه نوعية التدريب راح تتضرر. فالطاقة الاستيعابية لأغلب المراكز تحدد مسبقا بناء على التواجد المدربين المعتمدين اللي عندهم الخبرة، اللي ممكن يكون عندهم الوقت الكافي لتدريب هذول الأشخاص، وفي نفس الوقت وجود بيئة تساهم في نموهم علميا. هذه جانب من الجوانب. الشيء الآخر، أنا ما أبغى كل الخريجين يتوجهوا إلى الصيدلة الإكلينيكية. توجههم كلهم إلى الصيدلة الإكلينيكية معناته أننا حنفقد أذرع أخرى في جوانب أخرى من مهنة الصيدلة غير جوانب الصيدلة الإكلينيكية. نعم في شح، أعتقد الآن الأخوان، لكن الكم فيما يتعلق بعدد خريجي الصيدلة ما يكفي إن والله ناس تتوجه تسد الحاجة في الصيدلة الإكلينيكية وبقية التخصصات؟ مع زيادة، هذا اللي كنت بقول لك، هو أنه الآن مشكورين الأخوان في المجالس العلمية في التخصصات الصحية، مشكورين مدراء البرامج ومدراء المراكز، بدأوا في عملية التفهم، بدأوا في زيادة عدد المقاعد. الآن على ما أتذكر كان في زيادة أكثر من 10% السنة السابقة في معدلات القبول. أتوقع مع الوقت والسنوات القادمة أنه هذا العدد راح يرتفع، خصوصا أنه في كثيرين الآن بدوا يتخرجوا زي ما قلت لك، بدوا يروحوا المدن الطرفية، مع الوقت حيبدوا يكونوا برامج في هذه المدن الطرفية. والشيء الآخر، أنت تتكلم في شريحة كبيرة من الصيادلة الإكلينيكيين عائدين من الابتعاث. وجود رجوعهم هذا من الابتعاث حيكون يعني عامل مساعد في تكوين برامج جديدة للخريجين. هذه برامج الابتعاث خصوصا تخصص نتكلم عن حاجة يا دكتور، وأيضا دوركم في الجمعية اليوم مفروض من وزارة الصحة على كافة المستشفيات، نتحدث مستشفيات القطاع الخاص، أنه والله يتوفر صيدلي إكلينيكي. صحيح. ولا الأمر اختياري؟ إلى الآن الموضوع اختياري، أتمنى في المستقبل أن يكون موضوع إجباري، لأنه زي ما قلت لك يمكن راح تتفاجأ أنه في كثير من الدراسات اللي نشرت في المجلات العلمية المحكمة وجدت أن وجود الصيدلي الإكلينيكي كان مصاحب بانخفاض ملاحظ وملموس في معدلات الوفاة، تتكلم انخفاض في معدلات الأعراض الجانبية ملموس. هذا الشيء يترجم في الميزانية الرعاية الصحية. لما أنا أقلل من احتمالية الوفاة بعد أمر الله سبحانه وتعالى، لما أقلل من تكاليف العلاج، لما أقلل من الأعراض الجانبية طبعاً، هذا راح ينعكس بطريقة غير مباشرة على المردود المادي المصروف على هذه القطاعات. لأنه هذه النقطة المهمة، بتسوون برامج في البحث عن فرض وجود الصيدلي السريري في كافة المستشفيات، لأنه اليوم قاعدين نتكلم احنا على الوزارة وش تخلي وش تسوي؟ صحيح. القطاع الخاص وينه يا دكتور؟ صحيح. يعني اليوم حتى المستشفيات العالمية الكبيرة اللي الناس تسافر للخارج كلها ترى مستشفيات قطاع خاص، ما هي مستشفيات حكومية. أتفق معك. وهي اللي تجيبها المتخصصين، وهي اللي تدربهم. صحيح. وهي اللي تأهلهم. دورهم في هذا الجانب، وهل ستعملون على برامج بالتواصل مع الوزارة لفرض هذا المفهوم؟ لأنك أنت تحدثت عن عدد من طبعا النتائج العظيمة لوجود هذا التخصص، ونشوف تطبيقه أيضا بالنسبة للدول الرائدة طبيا. بإذن الله، هذه واحدة من الاستراتيجيات اللي الآن شغالين عليها. طبعا هيئة التخصصات الصحية مشكورة، يعني رسمت معالم تقييم الجمعيات العلمية في المملكة العربية السعودية ككل. أحد هذه الأعمدة هي في التقييم الأعمدة، كيف راح تساهم الجمعية هذه في نهضة هذه المهنة.
هل هتساعدون بتقديم الورش العلمية، المؤتمرات، الندوات، المحاضرات اللي راح تنعكس بطريقة غير مباشرة على توفير أو إيجاد صيدلي الكلينيكي مؤهل تأهيل كافي أنه يوجد في الطاقم الطبي؟ دكتور شكرا لحضورك، شكرا لجهودكم، نتمنى لكم التوفيق وندعمكم في هذا الاتجاه بكل تأكيد. تخصص مهم جدا يجب أن يكون مطبق وأيضا مفروض للفائدة الكبيرة، خصوصا نتحدث عن علم الدواء مع الطب، هذا التكامل بكل تأكيد النتيجة بتكون جودة الرعاية الصحية للمريض. رئيس الجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية الدكتور هشام بدر الدين، جزاك الله خير، شكرا جزيلا لك، الله يطول عمرك. وافق مجلس الشورى على مشروع نظام التبرع بالأعضاء البشرية بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وأرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور عبد الإله ساعاتي. ويتكون مشروع النظام من 28 مادة ويهدف إلى تنظيم إجراءات عمليات نقل وزراعة وحفظ الأعضاء وتطويرها للمحافظة على الحياة البشرية وحماية حقوق الأشخاص الذين تنتقل منهم أو إليهم الأعضاء البشرية وسن العقوبات، كما يهدف النظام إلى ترخيص المنشآت الصحية وتحديد مسؤولياتها ومنع استغلال حاجة المريض أو المتبرع أو الإتجار بالأعضاء البشرية. من جدة ينضم إلينا طبيب الأسرة والباحث في الشأن الصحي الدكتور فؤاد سندي. دكتور مساء الخير، أهلا بك. مساء النور، أهلا أخوي، الله يحييك. الله يحييك دكتور. أولا الحديث عن مشروع نظام التبرع بالأعضاء البشرية، وجود أنظمة طبعا بكل تأكيد وجود المشروعية الكاملة حول هذه البيئة، أولا كيف التطبيق والممارسات وكيف سيسهم هذا النظام في حل عدد من الأشكاليات؟ تفضل. نعم، حقيقة دعنا في بادئ الأمر نقسم التبرع بالأعضاء إلى شقين، شق بالأعضاء الحية وشق بالأنسجة. الأعضاء التبرع بها يشمل 7 أعضاء في الجسم، وهي القلب والرئة والكليتين والطحال والبنكرياس والأمعاء الدقيقة. وهنالك كذلك شق آخر يعرف بتبرع بالأنسجة، ويشمل الأنسجة الجلدية بأنواعها، وكذلك الأنسجة من العين مثل القزحية. إقرار المشروع ومشروعيته هنالك كذلك شقين، شق علمي وشق ديني. الشق العلمي بلا شك نرى أن هذا القرار قد تأخر إقراره من قبل مجلس الشورى، ومنادات الأطباء منذ أزل بهذا القرار، كما أن المملكة عرفت بريادتها في كافة المجالات في منطقتنا، وكذلك تقريركم الكريم عندما ذكر جمعية الصيدلة الإكلينيكية كانت هي الأولى من نوعها. كذلك كان يجب لدينا في المملكة وجود جمعية التبرع بالأعضاء لنشر الوعي وأهمية التبرع للأعضاء للمواطنين والمقيمين. نعم تفضل. يعني دكتور اليوم ما في ممارسات للتبرع بالأعضاء داخل المملكة؟ ما أسمعك. تسمعني دكتور الآن؟ عفوا؟ تسمعني يا دكتور، الصوت واضح لك؟ واضح نعم. طيب يعني اليوم أنت كأنك تتحدث أنه أبدا لا يوجد أي مشروعية للتبرع بالأعضاء داخل المملكة؟ نعم، يوجد مركز للأعضاء، ولكن نعم. هنالك جمود كبير به، وهنالك تضارب كذلك في الآراء والاجتهادات الدينية. لا دكتور بس عشان نحدد الحديث، أنت تتحدث عن الأعضاء بعد الوفاة صحيح؟ نعم. هنا الإشكالية، لا تتحدث عن التبرع طبعا وأنت على قيد الحياة لأنه هذا موجود.
نعم هناك دعم أيضا في هذا الجانب. نعم تفضل. أحسن صحيح، لكن الخلاف الفقهي كان قائما نعم. في الحالتين، في التبرع بالأعضاء قبل الوفاة وبعد الوفاة. حقيقة هذه الحقبة هي حقبة عهد الإنسان وعهد المصلحة العامة والمنفعة، ولا يوجد أبدا في ديننا الحنيف ما يتعارض مع مصلحة الإنسان. فحقيقة إقراره من قبل مجلس الشورى خطوة كبيرة، وتساهم في إنقاذ العديد من الأشخاص المصابين بأمراض يعني تزهق الأرواح وتؤلم ذويهم. يعني دعني أسرد لك أحد الإحصائيات في الولايات المتحدة الأمريكية، أن هنالك 20 حالة وفاة يوميا بسبب نقص التبرع بالأعضاء. نحن هنا لدينا ضعف في القاعدة الإحصائية في هذا الجانب، ولا يوجد لدينا الوعي الكافي نتيجة كما ذكرت التردد في الإفتاء والتضارب السابق حقيقة، ولكن حصر الإفتاء حاليا في هيئة كبار العلماء اختصر كثيرا من هذا من الطوق المشتتة. وأقرت هيئة كبار العلماء فممثلة في الشيخ ابن حميد بإيجاز التبرع بالأعضاء قبل الوفاة، وحتى في حالة الوفاة دماغيا يجوز بالتبرع بالأعضاء في حال وجود احتياج لها دون شريطة دون الاستفادة ماليا من هذا التبرع. نعم جيد فضل. دكتور أنت تقول أنه في ضعف في الإحصاءات أيضا لغة الأرقام حول طبعا نشاط تبرع بالأعضاء، بس أبغى قياس وأنت قريب من الحالة الطبية. اليوم قاعد نشوف أنه والله هناك مبادرات أيضا من شبان، واستعرض عدد من القصص، ناس تتبرع الناس ما تعرفها لأصدقاء كلها ابتغاة لمرضات الله عز وجل. قياسك للحالة المجتمعية، تقبل هذه الفكرة أيضا المبادرة عليها، سواء التبرع بالأعضاء على قيد الحياة أو حتى بعد الوفاة. نحن في تصوري نحن من أعلى المجتمعات تبرعا وسخاء في العطاء المالي والإنساني والاجتماعي على كافة المستويات. لدينا القدرة للتبرع وتقديم الإيثار والسخاء على النفس. فحقيقة يعني هذا الإقرار هو عامل مساعد، ولدينا تجارب سابقة في قرارات حكومتنا الرشيدة عندما أمرت بحملات وطنية للتبرع إلى أحد الدول الإسلامية. صعقت كثير من الدول عن الأرقام التي تم تقديمها من المجتمع السعودي. فيعني يوجد لدينا رغبة كبيرة من قبل الشباب في التبرع، ولكن حاليا لا نستطيع أن نشجع على هذه التبرعات دون وجود لائحة تنظيمية مفصلة تحمي حقوق المتوفين وتحمي ذويهم وتحرص على عدم استغلال هذه الأعضاء من قبل كافة المنشآت الصحية تحديدا الخاصة. لذا ننتظر وجود لائحة تشجع وتحمي. وأهم هذه البنود في تصوري هو وجود خاصية التبرع على الرخصة القيادة أو على الهوية، بحيث في حال وجود حالة وفاة نتيجة حادث أو غيره يسمح للفريق الطبي تلقائيا بنزع هذه الأعضاء ونقلها دون انتظار موافقة ذوي المتوفي كما هو معمول به في السابق. يعني أفهم دكتور أنه هذه اللائحة لها انعكاسات، أولا وجود المشروعية، ثانيا الحديث عن التنظيمات الدقيقة، وذكرت منها بعض الممارسات العالمية فيما يتعلق بتثبيت أن هذا متبرع من خلال الهويات أو أي أمر له طبعا صفة تثبت هذه الرغبة لدى الشخص المتبرع. أيضا هناك جانب أمني فيما يتعلق بالتبرع بالأعضاء دكتور، نعرف أنه قد تذهب إلى التجارة وهذا أمر مجرم دوليا وأيضا إنسانيا، نبغى نتحدث عن هذه الجوانب الأمنية اللي بتتوفر في النظام. نعم هي حقيقة النقطة هامة أخي الكريم. إقرار هذا المشروع سيقنن التجارة المحرمة دوليا في تجارة الأعضاء، والتي تزهق بها العديد من الأرواح ومن الأطفال والنساء وكبار السن بسبب رغبة جني المال. فليس لدينا هنا في مملكتنا الحبيبة أي تجارات مخالفة، لكن يوجد لدينا بعض الدول في منطقتنا دول المجاورة يوجد لديها كذلك تجارة الأعضاء بشكل كبير، وحاربتها حكوماتها بإقرار مشروع التبرع بالأعضاء. فهو حقيقة ليس فقط يعني عامل مساعد لإنقاذ الأرواح، بل هو هنالك فرض للأنظمة والقوانين الأمنية بحيث تمنع ارتكاب جرائم وإزهاق أرواح دون وجه حق. نعم دكتور، تفكر تتبرع بأعضائك إذا المشروع أقر وصار له مشروعية؟
أنا شخصيا حتبرع أول ما يقر القرار، سأكون من أوائل الناس بإذن الله المتبرعين بأعضائي، وأتمنى أنت كمان أخي العسكر أن تتبرع بأعضائك بإذن الله، لأنه أمانة الواحد لما يتفكر في أنه قد يحيي طبعا، ومن أحياها بكل تأكيد يعني بعد حتى بعد مماته، لا سواء على الجانب الديني أن تفكر بالأجر العظيم، ولا حتى على الجوانب الإنسانية. أعتقد أنه كثير من الناس يفكرون بهالموضوع، ولكن مثل ما ذكر الدكتور يمكن الناس تشتتت ما بين بعض الآراء. وجود نظام يستند على رأي شرعي وأيضا ينظم هذه العملية من خلال إيجاد عدد من القوانين، أنا مؤمن دكتور أنه في كثير من الناس حيبادرون بإذن الله، خصوصا نتحدث أنه عمل نبيل جدا. شكرا جزيلا لك على وجودك على هذا الحديث وأيضا المعلومات، طبيب الأسرة والباحث في الشأن الصحي الدكتور فؤاد سندي، شكرا يا دكتور. أطلقت وزارة الإعلام جائزة التميز الإعلامي لليوم الوطني 2019 بهدف تسليط الضوء على أفضل الحملات والمنتجات الإبداعية الإعلامية والتي قدمتها الجهات الحكومية والقطاع الخاص وأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين بمناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة. وتهدف الجائزة لتكريم أفضل المشاركات وتحفيز شرائح المجتمع وقطاعات كافة لتقديم أعمالهم الإبداعية التي تحتفي بالوطن، حيث يحصل الفائز على لقب صاحب المحتوى الإعلامي الأكثر تميزا في اليوم الوطني 89. خلونا نشوف هذا التقرير. أهلا وسهلا بكم في المركز الإعلامي الموحد لموسم اليوم الوطني 89. مع إطلاق وزارة الإعلام لجائزتها جائزة التميز الإعلامي لليوم الوطني 89 احتفاء بما يحتضنه الوطن من مبدع الكتابة والصوت والصورة، حضر مؤتمرها الصحفي والذي عقده المتحدث الرسمي لوزارة الإعلام الدكتور عبد الله المغلوث ساردا لأهم تفاصيلها المبتدئ فيها بمساراتها العشرة، مرورا برزنامتها وانتهاء بمستقبل الجائزة. مشاركات كبيرة واسعة حظينا بها، رغم فتحنا لباب المشاركة في وقت قصير، بدأ من يوم 9 سبتمبر وسيقفل 24 سبتمبر، حتى الآن أكثر من 2000 مشاركة في مسارات الجائزة العشرة، وهي أفضل قصيدة وطنية، أفضل أغنية وطنية، أفضل مقال صحفي، أفضل تغطية صحفية، أفضل فيديو في القطاع الخاص، أفضل حملة إبداعية من القطاع الحكومي، كذلك هناك أفضل صورة وأيضا أفضل مقال صحفي، والعديد حقيقة من المبادرات النوعية التي تواكب هذه الجائزة. مسارات مهمة تحتفي بها جائزة التميز الإعلامي لليوم الوطني تحفيزا لشرائح المجتمع وقطاعاته كافة لتقديم أعمالهم الإبداعية التي تحتفي بالوطن، ومذكرة بأن الفائز سيحصل على لقب صاحب المحتوى الإعلامي الأكثر تميزا في اليوم الوطني 89. نريد أن تجويد الأعمال، نريد زيادة وتيرة المنافسة، نريد تكريم المبدعين، نريد المزيد من الأعمال النوعية والمميزة التي يستحقها وطن المعطاء. للقناة السعودية عبد الإله الدليم الرياض. ينضم إلينا هاتفيا المتحدث الرسمي لوزارة الإعلام الدكتور عبد الله المغلوث. دكتور عبد الله مساء الخير. مساء النور، الله يحييك. والله الله يبقيك دكتور. تفاعل كبير في اليوم الوطني، يعني نتحدث عن منتجات إعلامية تقدم سواء من أجهزة حكومية أو قطاع خاص، أو الحديث حتى عن التفاعل المجتمعي، الكل يحاول يجتهد. خطوة جيدة من الوزارة أن تعمل هذه التشاركية وأيضا تحفزها. الحديث عن المنطلق وأيضا المستهدف من هذه الجائزة. كما تفضلت سيدي الكريم، الجميع يتسابق مع الجميع للتعبير عن حبه لهذا الوطن الكبير. رأت وزارة الإعلام أن في هذا العام أن تكرم هذا المبدع الذي قدم هذا العمل المميز لتحفيز الآخرين لتقديم أعمال مميزة أخرى. نعتقد أن هذه الجائزة سترفع جودة الأعمال، ستسهم في تجويد الأعمال، ستسهم أيضا في الاحتفاء بالمبدعين وأبرازهم. حتى الآن دكتور كيف شايفين حجم التفاعل؟ أيضا أكيد أنكم اطلعتم على بعض المشاركات، وأيضا متى سيتم للتذكير إغلاق استقبال المشاركات؟ لا شك أن المشاركات كبيرة،
وكثيرة ومميزة. حتى الآن بلغ عدد المشاركات أكثر من 6000 مشاركة. لا أخفيك في الأمس فقط كانت 2000 مشاركة، خلال اليوم فقط 4000 مشاركة. يعتبر الأرقام ستزداد مع الأيام القادمة قبل إغلاق موعد فتح مجال المشاركات. نعتقد أنه إن شاء الله الأربع أيام القادمة ستكون أرقام ستضاعف، والأهم الأرقام حقيقة نوعية المشاركات ومشاعر الشباب والشابات الذين شاركوا بحماس. فتح أبواب التسجيل عبر الموقع الخاص بالمسابقة award.media.sa يوم 9 من هذا الشهر، وسيغلق يوم 24 بإذن الله. بعد تصفية المشاركات سيتم يوم 25 رفعها للجنة التحكيمية المختصة، وهي لجنة نوعية من أصحاب الحقيقة من رواد في المجالات وأيضا مبدعين في المسارات العشرة المختلفة. يعني المسارات العشرة دكتور ما شاء الله عليكم في الوزارة ما خليتوا شيء، كل المشاركات لا سواء على الأغاني الوطنية، القصائد، الصور، أيضا البرامج التلفزيونية، أيضا كافة المحتويات حتى بالنسبة للقطاع الخاص، ونشوف لهم مبادرة أيضا جيد إشراكهم. فعليا تشعرون أنكم هناك شمولية في هذه الجائزة، ما عاد بقي مسار ما قدمتوه للمشاركات؟ نعم، نعتقد انه الجائزة في نسختها الأولى شاملة، وتوجد بها عدة مسارات مختلفة ليحظى الفائز فيها في الحصول على لقب المحتوى الأكثر تميزا في مساره. لكن كما قلت أمس المؤتمر الصحفي، الوزارة ستخضع الجائزة للتقييم بعد نهاية هذه النسخة. نعم. وسترى إذا هناك حاجة لزيادة المسارات أو تقليصها، يعتمد هذا الشيء على المراجعة المتأنية لهذا الموضوع. لكن الجميل في الجائزة أستاذي الكريم هو أن الجائزة ليس فقط أن ترشح نفسك لها، بل يرشحك الآخرين لها، وهذا أعطى دخل أكبر. لأن بعض الأشخاص ممكن يغيب عنهم مشاركة، أو ربما يسهو عن المشاركة، أو ربما لا يعلم عن المسابقة، فيرشح الآخرين، ولذلك سيكون هناك فرصة أكبر للاستمتاع بالأعمال. أيضا الوزارة حرصت من خلال توجيهات مع الوزير على إبراز هذه المشاركات النوعية، سواء الصور سيتم إعداد كتاب مصور، سواء القصائد الشعرية ديوان شعري، الأعمال الإبداعية ستكون في منصة رقمية وغير ذلك. أيضا بالإضافة إلى المسابقة والجائزة التميز الإعلامي، هناك حفل بإذن الله لتكريم الفائزين يوم 29 من هذا الشهر بإذن الله، وسيكون حفل مميز بفقراته بطريقته بضيوفه. يعني كل الشكر لكم على هذه المبادرة لتوثق فعلا إبداع السعوديين احتفاءا بهذا اليوم. نتمنى لكم دائما وأبدا التوفيق. المتحدث الرسمي لوزارة الإعلام الدكتور عبدالله المغلوث، شكرا يا دكتور. أطلقت هيئة الصحفيين السعوديين أول منتدى عربي يسلط الضوء على دور الإعلام في التوعية بمخاطر الاستثمار الخارجي تركيا نموذجا، وذلك بحضور عدد من المختصين العرب في المجال الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. أول منتدى عربي أطلقته هيئة الصحفيين السعوديين، والذي سلط الضوء على دور الإعلام في التوعية بمخاطر الاستثمار الخارجي بحضور عدد من المختصين العرب في المجال الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. دور الإعلام الآن هو دور التوعية، توعية الناس، توعية الشركات، توعية الأفراد في أين يكون الخيار الأفضل بالنسبة لهم في الاستثمار خارجيا، وأيضا مكانة وقيمة وأهمية هذا الاستثمار عندما يوظف في الداخل في جزء كبير من هذه المبالغ والأموال الاستثمارية. يهدف المنتدى لزيادة الوعي عن خطر الاستثمار بتركيا، وبالأخص بعد انهيار الليرة التركية وتكرار عمليات النصب والاحتيال على المستثمرين العرب. أنا أوجه رسالة خالصة إلى كل أصحاب الشركات الاستثمارية وإلى
أفراد المجتمع الخليجي إلى العودة للاستثمار إلى دولنا الداخلية، لأن المخاطر الاستثمارية داخل تركيا أصبحت كبيرة جدا، انخفاض في أسعار العقارات، انخفاض في العائدات، المشاكل الداخلية، الصراعات السياسية تؤدي إلى انخفاض الاقتصاد ونزول الاقتصاد التركي عندهم، ولذلك نناشد الجميع في العودة أو نقدر نقول العودة إلى الاستثمار الخليجي داخل بلادنا وأوطاننا. أعتقد أن أهمية هذه الندوة التي عقدتها هيئة الصحفيين السعوديين تأتي من منطلق الإحساس بالمخاطر التي تتواجد فيها بيئة الاستثمار داخل تركيا. تركيا تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة، مشاكل اقتصادية في تركيا لا تتوقف، المشاكل السياسية في تركيا لا تتوقف، ومن ثم لم يعد طبيعيا للاستثمار والمستثمر العربي وحتى السائح العربي أن يذهب إلى تركيا. ضم المنتدى 3 جلسات ناقشت زوايا اقتصادية وسياسية واجتماعية، تناولت عدة محاور حول الاستثمار في تركيا، واختتم المنتدى جلساته باستعراض حالات حقيقية لمتضررين من الاستثمار في تركيا. خالد التميمي، الإخبارية، الرياض. للحديث عن هذا المنتدى يسرنا أن تكون معنا هنا في الاستوديو الباحثة الاجتماعية الأستاذة أماني العجلان. أستاذة أماني، مساك الله بالخير. يا هلا وسهلا، مسهم بالنور. الله يحييك. يعني منتدى توعوي تطلق هيئة الصحفيين السعوديين، هو طبعا أول منتدى عربي يسلط الضوء حول التوعية لمخاطر الاستثمار خارجا، وبكل تأكيد أنه المثال الأول تركيا. صحيح. لماذا، خلينا نتحدث أنه أولا هل تأخرت مثل هذه المنتديات، خصوصا أنه نتحدث عن حملة إعلانات كبيرة وبالتالي شفنا نتائج أيضا سيئة لمن ذهب واستثمر هناك في تركيا، واستعرضت هذه النتائج في المنتدى، مدى الحاجة عليه وهل تأخرت؟ تفضلي. أعتقد نوعا ما تأخرنا، لكن أن تصل متأخرا خير من أن لا تصل. فعليا كانت العلاقات جيدة سابقا، وإلى الآن أنا أقول لك إحنا ما عندنا مشكلة مع الشعب التركي نوعا ما، ولكن مشكلتنا مع النظام، الذي النظام اللي لا يحمي المستثمرين في تلك الدولة، الذي يهاجم المملكة أو يقف في مواجهة معادية له، كما صرح الرئيس التركي أردوغان قبل يومين بأنه يعتبر ضربة أرامكو ردا على ضربات اليمن مثلا. فهنا هذا موقف لرئيس دولة، هذا لم يصدر حتى من مغرد مثلا أو محلل سياسي. طبعا أنا من الناس المعجبين بحكمة أو تعامل الدولة السعودية مع نعم. مع المواقف التي تصدر، الصبيانية التي تصدر من هذه هذا الشخصيات. الموقف التركي معروف وهالتقارب مع إيران وكذا، بس أنا ودي أنه النقاش نخليه بالنسبة للمواطن الضعيف اللي راح في تركيا. صحيح. وتورط بالاستثمار بعيدا عن الأمور السياسية لأنه مكشوفين. سمعنا حجم تسويق عالي بالنسبة للاستثمار في تركيا، راحوا كثير من السعوديين استثمروا، للأسف أنه الإعلانات كانت من السعوديين أنفسهم. بالضبط. ممتاز. بعد ذلك حتى بعيدا عن السياسة شفنا عمليات نصب، عمليات احتيال، شفنا عمليات سقوط أيضا للاقتصاد التركي، أموالهم ذهبت الكثير من السعوديين، شفنا عمليات عدم المقدرة على أنهم والله يطلعون أموالهم من تركيا حتى يبيعون هالعقارات، فبالتالي حتى البيئة الاقتصادية في تركيا كانت غير جيدة. احنا اليوم لما نتكلم يعني على نقطة التأخير، أستاذ أماني لما أتحدث كانت هناك أصوات تطالب ترى الوضع الاستثماري في تركيا غير جيد، رغم وجود المعلنين أيضا اللي يمكن في جهات أخرى يجب أن تراقب محتوى على خلينكم. أنا دائما أقول خلينا نتعامل مع أي مشكلة بواقعية. أي. لما فتح المكتب السياحي التركي في الرياض سنة 2002 وهذه على قولتهم كانت بداية إيش القوة الناعمة، الانتشار اللي يتواصلوا مع الناس، يسووا إيفنتات، يعزموا ناس، بدأت من 2002 الوضع كان جيد، ما عندك مشكلة. ولما بدأت تدخل علينا المسلسلات التركية صحيح عبت فراغ عند الناس، ترفيه نوعا ما. أختلف أو أتفق مع المحتوى، أنا ما أتابع تلفزيونات فما أقدر أفيدك. ما قد شفتيهم؟ ها ما أتابع بشكل عام، أنا ما أتابع تلفزيون، لكن اشتغلوا علينا ترى 15 سنة أو 17 سنة. نعم. لما بدأت الأزمة تظهر، بدأت فعليا بعد مشكلة مصر، بعد سقوط مرسي، فبدأت تبان علينا سياسة
تركيا تجاه الناس. أنا ما أتكلم لكسب هنا بدأت يعني بدأت تظهر علينا أنه مثلا إحنا لمتابعين أنت كمتابع حتبدأ تكش من تركيا، لكن المتابع البسيط الإنسان البسيط بيحب الصورة الحلوة المرسومة لها الغير وطنية، إيه اللي مسلسلات يشوفها واللي تسويق واللي يجيبوا مؤثرين ويقولهم تعالوا، وكل مؤثر أنا أقول لك أنا ما أقدر ألوم الشخص لكن أنا ألوم جهات أخرى يعني أنا أتخيل نفسي مشهورة كذا وقاعدة ولا لي في السياسة ولا أتابع الدنيا وين رايحة وديرتي ما قالت لنا ممنوع نروح لهذه الدولة حلو، وأنا إنسانة فاشينيستا يا صور مكياج يا صور أكل، هي الثقافة كلها حلو؟ في المكياج والأكل. جاني عرض اتصل علي واحد قال لي أنا بعطيك 100,000 ولا 200,000 تعالي يومين وجيبي أهلك ودرجة أولى الطيارة وتيل 5 نجوم واستمتعي بحياتك ورحلة وسواق وبادي جاردز عشان يحموكي لو صار لك شيء في الشارع معهم مسدسات إيه. وإيش تتوقع من هذا الشخص أو هذه الإنسانة؟ حتقول لا حتعلن، لكن أنت تشوفي تحمل المسؤولية الجهات الثانية اللي كانت يجب أنه والله تتحقق من جودة هذا الإعلان. أفهم من كلامك أولا أنه هذا الاستثمار أو اللي ذهبوا للاستثمار بنوا قراراتهم بناء على صورة عاطفية للقوة الناعمة، صورة غير منطقية؟ طبيعي، الناس مو كلها تتابع الأخبار يا جماعة، مو كل الناس مهتمة بفهم إيش قاعد يصير حوالينا. نعم. يعني مثال بسيط، إحنا سنويا يتم تجربة صافرات الإنذار، شفت ردة فعل الناس اليوم؟ يعني الناس مو متابعة، مو كل البشر مهتمين بهذه بالتفاصيل ويشوفوا وين احنا متوجهين، لانه اجتماعيا استثماريا اي لا. يعني مثلا استمروا في الذهاب الى لبنان حتى صدر اعلان رسمي انه لا تروحوا، استمروا في الذهاب الى دوله كذا الين صدر اعلان رسمي، هكذا نتصرف. هل السعوديه اصدرت شيء؟ لا، يجب ان يكون هناك وعي ذاتي بالنسبه بالضبط. للفرد خصوصا لازم يتحدث يكون عن اموال اماني، في موجه نعم. اعلاميه في موجة مؤثرين. نعم. المؤثر اللي أعلن قبل، أنا أشوف أنا أحترم موقف منصور رقيبة يعني بغض النظر عن الخطأ اللي صدر منه من ناحية تسويق للعقار في تركيا، وهو كان من أحد أشهر المؤثرين، لكن احترمت موقفه لما طلع وقال أنا أعتذر وأنا مخطئ وأنا أقول لكم نصيحة مني، لا عاد تروحوا ولا عاد يعني تستثمروا أو تشتروا هناك أو أو أو، وذكر الأسباب. كلنا في لحظة من اللحظات لم نكن نشك في الوضع التركي أو النظام التركي هذا في المجال السياسي، بس أنا برجع شوي حتى المجال الاستثماري. اليوم لما الواحد يبغى يستثمر أستاذ أماني ممتاز، لما يدخل في بلد أصلاً يصير خايف من الربح من الخسارة، يدرس السوق، يحاول أنه ما يخطو خطوة لا تكون ذات جودة استثمارية. صحيح. ومع أنه الأنظمة داخل المملكة العربية السعودية تحميه وواضحة ولن يتعرض للنصب والاحتيال، وهناك أجهزة نظامية أيضا في ذلك، بس اليوم إيش اللي يدفع شخص أنه يستثمر في دولة خارجية تسويق دون أن يعلم واقعية هذه الدولة، فقط متعلق بصورة وهمية في مسلسل عن حالة رسمية وهم أبدا ما فيهم ذا الصورة اللي موجودة؟ ممتاز، فبالتالي ليش يتخذ هذه الخطوة؟ أنا واحدة من الناس اللي تم استضافتي عن طريق نعم جهة من الجهات عندهم، رحت 3 أيام والأربع أيام الإضافية كانت على حسابي أنا. أي. والحملة يعني كان في هذا الكلام 2014، ما رفضت لأنه الفكرة ما كانت يعني أنا ما أعرف البلد، أنا عمري ما رحت تركيا على أني لافة نص كرة أرضية، بس تركيا ما قد رحتها، هي هالزيارة هذه وكانت يعني دعوة ورحت انبسطت، ما أقول أني ما انبسطت. فعليا لو تفكر فيها أنا كفرد الحالي أقدر ألف العالم كله، لكن واحد عنده 5-6 عيال يبي يروح ديرة إيش؟ حتى لو اليوم في بلدان محيطة أصبحت بديل، ولكن لا تحوي البنية التحتية، أذربيجان، جورجيا، بس ما زالت ضعيفة، في بدائل أخرى، قبرص واليونان أفضل حتى من ناحية البنية التحتية ومنافسة بالأسعار، لكن ما أعرف إيش الوضع فعلياً يعني تجارياً. أنا أقول لك لا تكلمني بالسياسة، كلمني بالاجتماع بالناس اليوم بالمنطق. الواحد بالمنطق الاستثمار برا، ترى ما نتحدث عن تركيا مثال، ها كل الاستثمارات حتى ترى اليونان في قبل 10 سنوات تم التحذير من الشراء العقار فيها بسبب انهيارها الاقتصادي، اليوم أنت كأنسان وأنها معرضة بس اليوم اللي قاعد يشوفك أستاذ أماني وأنت باحثة اجتماعيا إيش هي الرسائل التي قد تضلل، قد أيضا تدخلك في خطورة خصوصا فيما يتعلق مسألة الأموال أن تذهب خارجا وأن تذهب إلى أنظمة لا تعلمها أنت، ما أنت في بلدك؟ وهذا هو الإنسان البسيط إذا جاته حملة إعلامية موجهة من أكثر من 10 أو 15 مؤثر يعتبرون من الميجا التوب مؤثرين على مستوى المملكة، حتقنعه، ولما يجي هذا المؤثر يقول له أنه إحنا قاعدين نحمي لك حقك بدون ما يطلعوا على الأنظمة،
ويعني مثلا كم تشتري لك شقة؟ بخمسين ألف ولا شيء. أنا أحسبها أني بروح أقضي 3 شهور الصيف، 4 شهور كاملة هناك، براد وأكل زين ورخيصة وهالكلام هذا كله. هذا المنطق البسيط، أنا ما أبغى أتكلم في تعقيدات. لما تجي تعمل حملة موجهة من كل شرائح المجتمع تستهدف المؤثرين، الرياضي والفنان واللي يغني واللي ميك اب واللي، وكل مرة المشاهد أو المتابع يتلقى نفس الرسالة أكيد بيقتنع. طب أنت بالمقابل لما شفتهم توجهوا كذا، عندك كان حلين، إما أنك تشارك يعني وطنيا أنت حترفض. زي ما قلت لك أنا سبق لي أني زيارة واحدة، عقبها رجعت قلت يا جماعة لا حد يروح نصيحة. المتخصصين والأجهزة المسؤولة عليها دور اليوم. لما أنا أقرأ أن هناك خطورة في الاستثمار في دولة، أنا متخصص في اقتصاد، أفهم الاقتصاد التركي بالضبط. أعرف أن هناك سياسات متهورة اقتصادية من قبل النظام في تركيا، فبالتالي يقدم هذه المعلومة دامني أشوف بحكي أقبال. لك شيء، الدكتور مثلا راشد الفوزان تكلم عن الموضوع هذا قبل 4 سنوات أو 5 سنوات وشرح خطورته، ولكن خلينا نكون واقعيين أيضا، اللغة التي استخدمها الدكتور كانت يعني لغة صعبة شوي على على المتلقي العادي. إيه؟ طيب أنا ممكن أنا كمؤثرة على السوشيال ميديا أخذ المحتوى حقه وأسولف على الناس فيه، بس هل أنا لحالي أكفي؟ كم أحد آمن بهذه الفكرة؟ كم أحد ستبنى فكرة أنه ترى مو لازم يجيك توجيه يا جماعة؟ صح، مو بلازم يجيكم توجيه، هذا شيء ينبع من الداخل، أنك أنت اليوم قاعد تشوف الهجوم هذا على بلدك. مو لازم تكون متخصص أو سياسي أو فاهم في الأمور، لكن في أحد قاعد يهاجم دولتك، كيف تدعمه إعلامياً؟ أنت المفروض حتى لو كنت في السابق عندك إعلان سابق وسويته، الله يرزقك ويوفقك إن شاء الله ويفتحها عليك، لكن بإمكانك اليوم توقف تقول أنا أعتذر. طبعاً، ويجب أن يكون دائماً وأبداً موجود الوعي. إحنا طيبين أمانةً أستاذ أماني، نعامل هذا العالم كله منطلقا من رسالتنا، رسالة القيادة والشعب. دائما ما نبحث عن السلام، نشوف كل الناس طيبين، ولكن العالم يعني كثير منهم يحيك المؤامرات، كثير منهم أيضا يتضامن مع قوى الشر، وبالتالي كثير منهم يخفق حتى في سياسات الاستثمارية وننغش عادة مثل هذه الأعمال. لكن إن شاء الله بإذن الله أن الوعي يصير أكبر بالنسبة للمعلن وأيضا بالنسبة للمتلقي. ممكن المعلنين يعني أنا أشوف أنه مثلا لو المؤثر فضل وقال لا أنا والله ما راح أتخلى عن المبالغ اللي قاعد تجيني ودولتي لم تمنعني عن أني أروح تركيا، بالمقابل أنا أعتقد أنه دور رجال الأعمال أنه ما يجيبوا هذول الناس. شكرا جزيلا لك لوجودك الوقت أهمنا، الباحثة الاجتماعية الأستاذة أماني العجلان. شكرا أستاذة أماني، يعطيكم العافية. الشكر الأكبر والأعظم لكم أنتم مشاهدين، أتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع سعيدة، وإن الله أحيانا نلتقي الأحد فمان الله.